نقول يعني سامح بيشرح لنا انه حتى لو افترض الاخوان المسلمين ان مخالفين ومعارضين في الراي منافقون، فعلى الاقل يعاملوا المعامله التي يعني جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا وقدوه. انما احنا انا معترض طبعا على التشبيه، وان كان سامح بيقوله للتقريب، لانه لو بالتقريب يبقى الاخوان المسلمين الخوارج ونحن اهل الجماعه. طيب المعنى ده يخليني طول الوقت حاسس انه مفيش امل في مخاطبة العقل الاخواني. لا ما هو ما دام اصل هو يعني انا مش فاهم يعني حتى يعني الاسلام يعني مش كده يعني. هو حتى يقول لك ايه عشان المصالح الشخصيه وعشان المشا... تخوين طول الوقت تخوين. ده الصحابي الجليل اللي هو كان بيقاتل وبعدين طير السيف وبعدين طير الدرع وبعدين قال له عشان رسول الله فاطاق يعني طير رقبته وقال له انه يقولها نفاقا، فرسول الله غضب غضبا شديدا يعني افلا شققت عن قلبه، انت شقيت عن قلبه. هم بقى شقوا عن قلوب كل الناس وبيعتبروا ان هم الحق المطلق وان كل ما عداهم هو باطل مطلق، ودي فكره بعيده عن الاسلام كل البعد. سامح بجد انا عايز اسالك سؤال، وانت يعني كم سنه اخوان؟ يعني 20 سنه اخوان. 20 سنه اخوان علموكم الكذب؟ ده اول حاجه انا مره قعدت اول حاجه يعني اه تكذب على ابوك وامك طبعا ده حاجه ده اول حاجه بتتعلمها. انت دلوقتي اول ما بدات تدخل بقى جلسه واسره ما اكيد ابوك هيقلق. وبعدين الجيل بتاعنا ابهاتنا ده الجيل العربي عصر عبد الناصر، فهو ابن يحفظ القران يتعلم السيره يحفظ التوحيد انما يخش في التنظيمات، ففكره الستينات لسه مأثره معانا. فطبعا ده لازم تكذب على، وكنت على طول نكذب طبعا على بابا وعلى ده شيء. انا مره قعدت يعني حضرنا معسكر سنه 87 او 86 حضر فيه بقى قيادات بقى كبيره جدا وتصورنا صور بتاعه وكلام من ده. وبعدين ايه بنتناقش مع واحد صاحبي من جيلنا فبيقول لي ده حتى لو مسكوا من الدوله ايه الصور دي وفلان وعدان، تقول لهم ده مش انا. بقول لهم مش انا ازاي يعني من الدوله؟ هقول لهم مش انا. فكده كده فلقيته الاخ المسؤول استدعاني وقعد اربع ساعات معايا يقنعني ان الصوره دي لو جابوك في امن الدوله ده انت هتقول لهم انا مش انا. نقول له يا باشمهندس احنا مش في امن الدوله. احنا ما بنهزرش. انت في امن الدوله تقول مش انا؟ اخترع لهم اي فبركه كنت ماشي قابلوني سلموا عليا اتصور معانا، انما انت في امن الدوله هتقول مش انا؟ وجايبين صورك ومع ذلك هو بيؤكد لك انك لازم تقول مش انا. لازم تقول مش انا يعني تنكر الحقيقه الساطعه. يعني ده وطبعا بقى انا عيد من مسعود والحرب خدعه وانا من ماء وفي شويه حاجات الكذب كده من السيره. كان في غزوه بدر ان هو الرسول رايح الغزوه فقابله اثنين فقالوا انت رايح فين؟ انت منين؟ فقال لهم انا من ماء. يعني فكره بقى ان هو يجيب لك من السيره الحاجات اللي ايه تؤيد الكذب. في مواجهه الكفار. في مواجهه الكفار طبعا. طبعا. انما الفكره انه الكذب مباح. ده يعني اصل انت بتحمي الدعوه ويعني خاصه عندنا بيقول لك احاديث بقى الرسول قال انا الماء ونعيد بن مسعود في الخندق وغيره وغيره وهكذا. وتكذب اول حاجه بتكذب على ابوك وامك. ما حضروا واحد جلسه او رايح اسره. ازاي كنت بتحافظ او زي الاخواني بيحافظ على انتمائه للجماعه سرا عن اهله ورفاقه واصحابه وعمله؟ لا ما فيها بقى عمليه اسمها عمليه التدويب والعزل. يعني هو ايه انت دلوقتي بتتعرف على واحد فانت خلاص بقى شافه ان هو مؤهل لايه فبتبدا تعزله عن صحابه لان انت لازم هتتعزل. وانا يمكن حكيت لك في الفصل المره اللي فاتت الموقف ده ان انا كان ليا صديق يعني كان ليا اصدقاء كتير جدا من بره الاخوان وواحد ورا التاني بدا يتساقط لان انا ما اقدرش اقول له راح فين يعني احنا اصحاب. فبزوغ منه فبعد كده شفني نازل تديت اقول له تعبان وهروح وبعدين اروح نازل تاني عشان عندي جلسه فبتقع في حرج فبتضطر تخسر اصحابك واحد ورا الايه؟ ورا الثاني لغايه ما استمر معايا صديق وكانت علاقتي بيه طيبه وكان هو حتى ماشي مع الاخوان شويه. فيعني هو الهدف لازم انت لو ماشي مع واحد يبقى الهدف الوحيد ان دي فكره الدعوه الفرديه انك انت هتجنده بعد فتره هتضمه للعالم انما غير كده مش فالمهم كان يعني غرض الانتهاج ده بس انما يعني غير كده صعب حد عشان هتجنده. بالظبط انما لو مش هتجنده او مش هيجنده يغور في ده ضيع وقت خلاص بقى هنا كده. فالمهم صاحبي كان عنده مشكله عاطفيه فنزلت مشيت معاه وبعدين زي ما قلت لحضرتك انا كان عندي 13 ميعاد ثابت ما بين اسره انا ماسكها ما بين انشطه مصاحبه ما بين جلسات مسجديه ما بين يعني ايام رياضيه وكلام من ده. فالمهم فوت معاد يعني جلسه مسجديه تعتبر مش حاجه مهمه مش اسره يعني ومشيت معاه وقعد يحكي. فالمهم حد شافني فبلغ استدعيت مسؤول المنطقه امر مباشر بقطع العلاقه نهائيا معاه مع صديقك ده مع صديقي العزيز يعني وقطعت طبعا طبعا ما ممكن تعتذر له دلوقتي ولا طيب دي هل يعني السيطره دي بتتم بالبساطه سيطره على العقل والتصرف كده؟
واصل الكلام ده موجود في علم النفس. انا حتى كنت جايب في كتاب كلام لغوستاف لبون، يعني حتى مش الاخوان ان هم السيطره بتاعت الاخوان اكتر، لان فيها بعد ديني وفيها وفيها منشق عصا الطاعه وفيها يعني اسمعوا فيها بعد ديني. انما حتى الجماعات اللاتينيه اللي اتكلم عليها غوستاف لبون في كتاب علم الاجتماع نفس الفكره، التنويم المغناطيسي والسيالات اللي بتاتي من الجماعه، فبتبدا حتى لو حتى دكتور في الجامعه فبيفقد ارادته، بيفقد سيطرته وبينساق ورا الجماعه، مع بقى بعد ديني بقى و يعني خروج فيه نكس للبيعه وفيه بعد عن الدين. اصل فكره ان الجماعه يعني من اراء عمر التلمساني ان يعني حتى كان الناس بتشتكوا له الحاجات اللي يعني اتقالت عنه، يعني الناس كانت بتشتكي له ان فلان مثلا ممارسته سيئه، ان هو بيشد علينا شويه كلام من ده، فقال لهم خليك مع القافله يعني استحمل يعني. وحتى شبه لهم تشبيه بالكلب اللي خلف القافله، ان حتى القافله ترميه بالطوب انما يتنه ويمشي حتى لو زي الكلب ورا القافله، ان القافله دي رايحه فين؟ رايحه الجنه، فيعني من شذ شذ في النار، وان الذئب بياكل الغنم القاصيه، فخليك في الكتله دي اللي داخله. مع الوقت بيحصل بقى نوع من انواع فقدان السيطره على يعني فتره طويله بيمارس هذا الكلام وبيورثه، فبيبقى من تطبع الى طبع. بيبقى خلاص سلوك يومي بالظبط كده، باش بتناقشه يعني بقيت منسق فيه، فمش مطروح للمناقشه انا ليه بعمل كده. ما هو اصل ما واحد حال عادي، ما واحد تاثيرات الجماعات المنغلقه دي انك انت بتسمع من كل اللي حواليك، فحتى لو هو فقر يخالف كل دول غلط ولا صح. انت المشكله انك قاعد ما فيهاش الكتله، ما تكلمش مع حد بره. يعني الشوشرة دي حصلت في الثورة على فكرة، لما الناس بدأت تقعد يعني كلامهم، لما الناس بدأت التيار المصري يقعد مع العلمانيين وقال لها دي عندي بتصلي ساعات وساعات مثلا وكويسين وكرما وبتعملوا معانا عادي وناس طيبين، بدأت الفكرة دي تتهز، ودول بعد الثورة معظمهم يعني كده. يعني لغاية دلوقتي في دائرة الإخوان لا يخرج منها الاخواني، بس هو برضه مش بيشتغل ده، مش قاعد مع ناس في الشغل، مش كلهم اخوان. ما هو نقدر برضه نصنف الناس على فكره ان في مماليك وفي احرار داخل الجماعه. الاحرار دول بيتساقطوا واحد ورا الثاني، يعني حتى كنا قعدنا فتره معظمنا مختلف ومتمرد، فكان يقول لك فكره الاصلاح من الداخل، وان الجماعه دي بتاعتهم، ده احنا اللي عاملينها واحنا اللي كوناها، فلازم نصلح من الداخل. انا وصلت لمرحله قلت لهم يا جماعه مش نافع، لان احنا انا بناقش من سنه 90 بدات اناقش واعترض وحاجات من هذا القبيل، فقلت لهم يا جماعه مش نافع الاصلاح من الداخل. انما انا خدت الخطوه سنه 99 بدا الله ياخدوها اخر جزء من الاحرار طلع مع عبد المنعم مفتوح، لما بقى حضروا فطار لعبد المنعم مفتوح. وحتى طلع بقى مصطلح مباحث امن الدعوه، ان هم كانوا 200 واحد دخلوا المقصله الاخوانيه، تجميد وفصل ووقف، بما فيهم اخونا الفاضل وهو احد الاحرار الكبار اللي هو الباشمهندس محسن القويعي، لان هو فعلا كان من الاحرار، ويقال ان هو فصل قبل ما يموت بيومين ثلاثه، انه برضه حولوه التحقيق، وهو ما يعني ما تحملش ان هو يتحول للتحقيق، هو لان هو فعلا عمده اخوان البحيره، وكان من الاحرار، لم يكونوا كلهم من المماليك برضه. كان من الاحرار، ده اللي لف نجوع البحيره نجعا وقريه هو اللي اسس بعد كده يخش على فصل، ولما قال في الجنازه بتاعته محمود عزت اعطيه اجر من كان في الدعوه. من كان في الدعوه، يعني هو الدعوه دي لها مكانه خاصه في الجنه، وده بقى كان فيعني اهو على الحواف كده يعني. السؤال هنا بقى، ما بحثش من الدعوه ده بجد؟ ما هو بنقول لك هم يعرفوه ازاي؟ احنا 200 مثلا او 150 اتحولنا كلنا تجميد وفصل على اربعه. طب اشمعنى بس هم دول رايحين يكتبوا تقارير؟ فطلع مصطلح مباحث امن الدعوه اتعرفوا. دول كانوا بالتقرير ان 150 اتجمد وقف 6 شهور مش عارف. في حاله اختراق امني للجماعه في عهد ما كنت موجود؟ ما هو انا كنت في دمنهور، وحتى لو حصل اختراق مش هعرفه، بس لا داخل دمنهور حتى وداخل المستوى اتكشفت حاجات بعد ما دخلوا مباحث امن الدوله. واحنا كنا شاكين في ناس كده شكلها مش طبيعي. يعني شكلها مش طبيعي، وقاعدين على مستوى الكبير محمد حبيب قال. محمد حبيب قال على مستوى الكبير، وعلى معنى محمد حبيب يقول. فاحنا بنتكلم عن مستوى مجلس الشورى. محمد حبيب قال انه كان مخترقها تماما. وكانت عارفه كل مليم بيدخل منين بيتصرف فين، وده برضه يقول ان المناعه مش عظيمه قوي ولا الحصانه جوه الجماعه. اسهل حاجه انك انت تدعي التدين وتزايد على الاخرين في التعصب، وتزايد على الاخرين في الالتزام بالطاعه. اللي بيزايد اكتر ده بسهوله يكون واحد يخترقك، يعني ممكن يصعد يعني بسهوله. بعد الفاصل هكلم استاذ سامح عيد حول العنف بقى، ايه اخبار العنف، عنف الجماعه، بعد الفاصل.